انا معايا تقرير من الكابتن وليد صلاح الدين، عاوز يتكلم على الكابتن شناوي. هنشوف وليد ده حتى الراجل كان بيلعب، بس علاقتك بيه ايه؟ ده اللي هنعرفه بعد ما يقول طيب. كابتن وليد. تحياتي للكابتن، كابتننا الكبير كابتن مصطفى عبده، تحياتي للكابتن احمد الشناوي. طبعا لو حبيت اتكلم عن الكابتن احمد الشناوي هقول انه واحد من الشخصيات المحترمة جدا في الوسط الرياضي، دايما ملوش مشاكل، دايما حتى اختلافاته بتبقى اختلافات منطقية واختلافات محترمة مع الطرف الآخر، دايما ما شفنالوش أي مشكلة. فهو على المستوى الشخصي واحد من الشخصيات المحترمة جدا. كمان كان من أساطير التحكيم، كابتن أحمد الشناوي حكم سنين طويلة جدا وكان واحد من أشطر الحكام المصريين. أنا شخصيا كان ليا الشرف إن أنا كابتن أحمد الشناوي حكم لي مباريات كتير وأنا مع النادي الأهلي، وهو فاكرها كويس وفاكر ماتش المنصورة كويس. أقول له كل سنة وأنت طيب، ودايما منور كمان الاستوديوهات، واحد من أشطر المحللين وطبعا محاضر دولي كبير. أنا شخصيا بستعين بيه في إعطاء محاضرات للفريق عندي عشان اللعيبة كلها تتثقف ويبقى عارفة، اللعيبة عارفة قانون التحكيم. يعني لما يروح يعترض على حكم لازم الحكم ده جوه الملعب يعرف إن اللعيب ده قاري القانون وحافظ القانون كويس قوي. إمتى تبقى ضربة جزاء من غير كارت أحمر؟ إمتى تبقى ضربة جزاء من غير إنذار؟ إمتى ما أخدش كارت أحمر أخد إنذار بس؟ إمتى الحالات دي؟ حالات كتير جدا، والقانون يعني الدهاليز بتاعته كتير جدا، وأكتر حاجة بيعترض عليها اللاعب المصري مثلا اللي هي ويتنسي، يعني كل اللعيبة بتبقى عارفة إن الكرة دي تسلل فبتعترض على مساعد الحكم وعلى الحكم، مع ان القانون بيقول انه لازم يسيبها لغايه لما الهجمه تخلص ويشوف اذا كانت بقت هدف يراجع الفار، ما بقتش هدف بيرجع للتسلل. صحيح ساعات حالات بيبقى واضحه قوي انها تسلل وعلى مساعد الحكم انه يرفع بدري، لكن في تفاصيل صغيره جدا لازم اللعيبه المصريه تبقى عارفاها ودارساها. كل سنه وانت طيب يا كابتن احمد، وربنا يديك الصحه ودايما منور الوسط الرياضي في مصر.